وصل الرئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته إلى مطار أسوان لاستقبال رئيس اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو والسيدة عقيلته عند وصولهما إلى مطار أسوان لإجراء مباحثات حول أزمة الشرق الأوسط وتطوراتها. وعند سلم الطائرة تلاقى الرئيسان وعقيلتهما. وعزفت الموسيقى السلام الوطنية للبلدين وأدى التحية حرس شرف من الحرس الجمهوري. وقدم أطفال أسوان باقات الزهور. وكان في استقبال الضيف الكبير كبار الشخصيات العربية وأسرة السفارة اليوغوسلافية. وتحرك الموكب الرسمي من مطار أسوان إلى قلب المدينة. وكانت الطرقات محتشرة بعشرات الآلاف من المواطنين يحيون الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير ويهتفون بحياة الصداقة بين الشعبين العربي واليوغوسلافي وبحياة السلام. وكان الرئيسان في سيارة مكشوفة يردان التحية. وبين هذه الحفاوة الشعبية وصل الركب إلى فندق نيو كاتاراكت الذي أعد لإقامة الرئيسين وأعضاء المباحثات من الجانبين اليوغوسلافي والعربي. وفي داخل الفندق تم لقاء بين الرئيسين وأسرتيهما في جو عائلي حافل بالود. وفي المساء أقام الرئيس وعقيلته مأدبة عشاء للضيف الكبير والسيدة عقيلته، دعي إليها أعضاء المباحثات من الجانبين اليوغوسلافي والعربي. وفي صباح اليوم التالي بدأت زيارة الرئيسين لموقع السد العالي، وكان يرافقهما السادة أنور السادات رئيس مجلس الأمة والمهندس صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير السد والكهرباء ودكتور محمود فوزي مساعد الرئيس لشؤون الخارجية ومحمود رياض وزير الخارجية وعزيز ياسين وزير الإسكان وأعضاء السفارة اليوغوسلافية. وبدأت الزيارة بمشاهدة محطة الكهرباء والتوربينات. ثم تتبع الرئيسان المراحل التي تمت في إنشاء السد والتي تطلبت دقة فنية خاصة. وقد واصل الرئيسان والمدعوون زيارة المنطقة فشاهدوا موقع محطة الكهرباء من أعلى، وشاهدوا كذلك مدخل الأنفاق ومنظرا عاما لجسم السد ومحطة الكهرباء. وبعد ذلك قام الرئيسان وعقيلتهما والجانبان اليوغوسلافي والعربي برحلة نيلية في بحيرة ناصر. ثم توجهوا لزيارة معبد كلبشة وهو من أهم الآثار المصرية القديمة الخالدة. وفي المساء جرت المباحثات الرسمية بين الرئيس جوزيف بروز تيتو ورئيس جمال عبد الناصر والجانبين اليوغوسلافي والعربي. وقد تناول الحديث في هذه المباحثات التطورات الدولية بصفة عامة مع التركيز على مواطن الخطر في العالم. استأنف الرئيسان مع الجانبين العربي واليوغوسلافي المباحثات في القصر الجمهوري بالقبة. وقد بحث الرئيسان المشاكل الدولية الهامة ومن بينها الموقف في الشرق الأوسط الناتج عن العدوان الإسرائيلي ضد الدول العربية، وكذلك مشاكل جنوب شرقية آسيا ومشكلة نزع السلاح
والمسائل المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأكد الرئيسان استمرار بلديهما في سياسة عدم الانحياز. وفي المساء أقام رئيس جمال عبد الناصر والسيدة عقيلته مأدبة عشاء في دارهما تكريما للرئيس تيتو والسيدة عقيلته، وذلك بمناسبة انتهاء زيارتهما للجمهورية العربية المتحدة. وحضر المأدوبة السادة نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية ووزير الخارجية والسفير العربي في بلغراد، كما حضرها الجانب اليوغوسلافي في المباحثات والسفير اليوغوسلافي في القاهرة.